الخير والسعادة وحشتنا كالعادة من الأسبوع اللي فات وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة مساء الخير يا مروة مساء الخير عليك يا إسلام ومساء الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة حابة قبل ما أبدأ حلقتي أقول حاجة أو حاجتين هم سحر حرفيا أي أكيد كلنا عندنا أمنية ونفسنا أنها تتحقق عندنا أكيد حد مريض بندعي ربنا أنه هو يشفى كمان كلنا بنعاني من الوباء والابتلاء اللي للاسف كلنا بنعاني منه آآ كمان آآ الـ لو حد عنده باب رزق معلق نفسه ان ربنا يوسع له رزقه هقول لكم على حاجتين هم حرفيا سحر يا جماعه تصدقوا انا دي حاجه يعني بكلمكم فيها من واقع تجربتي الشخصيه ومن واقع ناس حواليا لما لقيت ان الصدقه دي بجد بتفتح ابواب رزق بتشفي مريض لو عندنا ذنب بتشيله تصدقوا واكثروا من الاستغفار انا مش شيخه ولا اي حاجه ولكن حرفيا الحاجات دي بتفرق جدا كان في ايه في كتاب ربنا بتقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فمن كثره الاستغفار ربنا بيفتح لك ابواب رزق كتير قوي فا يعني ال على قد ما تقدر حاول تتصدق لو معاك 10 جنيه بس في جيبك حاول تتصدق ب 2 جنيه الصدقه مش بس كمان فلوس الصدقه ممكن ابتسامه في وجه اخيك ابتسم جبر الخاطر دي عباده عظيمه جدا وصدقه كمان الصدقه دعوه بظهر الغيب لاخيك الصدقه ممكن تكون انت ممكن تعمل طعام لحد دي صدقه احنا هنبدا فقرتنا دلوقتي باهم الاخبار وقولي بقى يا اسلام ايه الخبر الاولين بعد الموعظه الجميله اللي قالتها فضيله الشيخه مروه آه زميلة لا أنا العزيزة انا <applause> آه فهنبدا فقراتنا احنا معانا فقرتين النهارده الفقره الاولى هتكون عن اهم الاخبار على الساحه المصريه والفقرة الثانية هتكون عن قرار الحكومة لإلغاء التوك توك فهل أنتم مع أو ضد هذا القرار ده اللي هنعرفه من خلال الفترة الثانية ونبدأ مع حضراتكم الفقرة الأولى لأهم الأخبار بنستهل هذه الفقرة بخبر عن سيادة الرئيس السيسي الرئيس السيسي موقف مصر تجاه السودان ينبع من الترابط التاريخي بين الشعبين وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت اي ظرف، وطالما مثل نهجا ثابتا للسياسه المصريه على مدار الزمن. كما اطلع الرئيس خلال اللقاء على اخر مستجدات التوترات الحاليه على الحدود السودانيه الاثيوبيه. حابه ابدا الفقره الاولى بخبر حلو قوي، اهالي المنصوره عملوا حاجه حلوه جدا أه لدعم وتقدير الاطباء اللي هم بيواجهوا فيروس كورونا او بيعالجوا الناس من فيروس كورونا عملوا لافتات وعلقوها في الشوارع أه لشكر ودعم الاطباء لمجهوداتهم أه خصوصا بعد ما هم اتخطوا عندهم 300 يعني اكتر من 300 حاله أه وكمان امين عام نقابه الاطباء أه يطالب بمساواه ضحايا اطباء فيروس كوفيد 19 مع الجيش والشرطه وتوفير نفس الامتيازات لاسرهم تقديرا لدور لدورهم في محاربه الوباء آه الخبر اللي بعد كده المتحده للخدمات الاعلاميه تنعي صفوه الشريف بفيلم تسجيلي لمسيرته نعت الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه برئاسه رجل الاعمال تامر مرسي صفوه الشريف رئيس مجلس الشورى الاسبق ووزير الاعلام الاسبق الذي وافته المنيه مساء الاربعاء اثر ازمه صحيه المت به وأعدت الشركة فيديو يتناول مسيرة الراحل صفوة الشريف منذ مولده بمدينة زفتة بمحافظة الغربية حتى رحيله أمس الأربعاء واستعرض الفيديو محطات بارزة في مسيرة صفوة الشريف السياسية بعدما تولى وزاره الاعلام لمده 22 عاما ومن ثم اصبح رئيسا لمجلس الشورى اللي هو الشيوخ حاليا حتى عام 2011. وزيرة الصحة بتشكر رجال الاعمال اللي تبرعوا في صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين والفئات المستحقة. تبين ان رجل اعمال نجيب ساويرس بعد ان اثار جدل على مواقع السوشيال ميديا كتير قوي ان هو طالب ان هو الناس تنزل بسرعه جدا ان ينزلوا للعمل مره اخرى بعد فتره الحظر وقال ان هو او حذر ان هو لو فتره الحظر دي كملت احنا هنتعرض كلنا لانهيار اقتصادي ومن بعدها اصبح ان هو اكثر المتبرعين او اكبر المتبرعين في مصر حيث تبرع من خلال مؤسسه مؤسسه سويرس للتنميه ب100 مليون جنيه 40 مليون منهم لدعم العماله اليوميه والاسر المحتاجه و60 مليون لدعم الجهود الحكوميه الاحترازيه كمان تبرع رجل الاعمال ياسين منصور بمنشاه سياحيه تضم 200 غرفه من اجل استغلالها في مواجهه كورونا والحجر الصحي كمان قائمة التبرعات بتضم رجل الأعمال محمد لطفي منصور اللي تبرع بخمسة مليون جنيه وكان في رجل أعمال تاني برضو تبرع بخمسة مليون جنيه وهو هاني مروان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تبرع بتطعيم اتنين مليون شخص كمان أبو هشيمة قام بالتبرع بمبلغ اتنين مليون جنيه وأعلن رجل الأعمال رامي لكح بتبرع بمبلغ 30 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر من أجل شراء لقاح كورونا واحمد هيكل رجل الاعمال أعلم بتبرع من مجموعه شركاته القلعه ب 30 مليون جنيه ايضا بجد بنشكرهم على يعني الاعمال الخيريه يعني الجميله جدا بجد على اللي هم عملوها وان شاء الله في خير دايما واللي هم يعني اي حد قدر يساعد مصر انها تبقى احسن وان يعني ان ربنا يعني سواء بدعوه مش شرط بس تبرع يعني انت لو مش في مقدرتك ان انت تتبرع ممكن تدعي ان ربنا يشيل عنا الوباء فبجد بشكرهم ولهم كل جزيل الشكر والاحترام مني الخبر اللي معانا بعد كده فتوى قضائية بإعفاء الكافتريات من سداد الإيجار خلال فترة إغلاقات كورونا أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ فتوى قضائية بإعفاء الكفتيات المؤجرة من الجهات الإدارية من سداد القيمة الإيجارية خلال فتره الاغلاق من 23 مارس 2020 وحتى 27 يونيو 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا وقالت الفتوى ان الاغلاق كان خارجا عن اراده المتعاقد وباعتبار ان ما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء من اجراءات وتدابير تمثل قواعد امره تلزم المخاطبين بها فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها او الخروج عن دائره سلطانها والا وقعوا تحت طائله العقوبات المقرره لعصيان احكامها واختتمت الفتوى على ذلك فانه لا يجوز قانونا الزام المتعاقدين بسداد الاجره المتفق عليها عن فتره التوقف الكلي لنشاطات الكافاتريات باعتبار انه تم حرمانه كليه من مكنه الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفتره مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الاجره خلال فتره الغلق الكامل اخذا من الاصل المقرر في العقود الملزمه للجانبين بان التزام كل المتعاقدين يعد سببا لالتزام الاخر تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم 15 يوم على ذمة التحقيق طبعا كلنا بتهمة الإتجار بالبشر طبعا كلنا سمعنا من كام يوم كده أن هو تم إخلاء سبيلهم ولكن المحكمة أمرت بأن هم ياخدوا 15 يوم تانيين كانت المحكمة الاقتصادية يوم الثلاثة اللي فات قامت ببراءة حنين حسام واتنين تانيين آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي تيك توك 15 يوم على ذمة التحقيق في اتهامهم بالإتجار بالبشر ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهم حيث تبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة الإتجار بالبشر بتعاملهم مع فتيات استخدموهن في اعمال منافيه لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع ماديه وقد ارتكبت تلك الجريمه من جماعه اجراميه منظمه لاغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمه واخرون معنى كده يعني هم هم ما اوضحوش ايه بالظبط التهمه او هم بس قالوا ان هي اعمال منافيه لمبادئ المجتمع المصري ان هم دلوقتي حنين حسام و ومواد الأدب متهمين ان هم بيجيبوا بنات معرفش بيعملوا ايه الفكره هم مش موضحين قوي فجددوا حبسهم بسبب الموضوع ده وان هم مشتركين مع في في جماعه اجراميه منظمه لاغراض الاتجار بالبشر فاحنا هنتابع الموضوع وان شاء الله هنبلغكم بالجديد معانا الخبر اللي بعد كده شركة طيران الإمارات توقف طيار تونسي رفض التحليق إلى تل أبيب قائلا اليوم وقع تجميد نشاطي كقائد طائرة بطيران الإمارات لرفض المشاركة في رحلة إلى تل أبيب فقط يرعاني الله ولست نادما الخبر الرياضي اللي عندنا عندنا خبر رياضي مهم جدا في أولى مباراته منتخب مصر لكرة اليد يفتتح بطولة كأس العالم المقامة في مصر بفوز مستحق أمام منتخب شيلي لخمسة وثلاثين هدف مقابل 29 هدفا في حاجه مضحكه جدا حصلت او تصدرت مواقع السوشيال ميديا من عدد من ساعات او من امبارح غالبا اسمها فتوى او فتوى طلعت اسمها فتوى الشرابات ايوه زي ما انتم سامعين كده هي اسمها فتوى الشرابات فتوى الشرابات دي بتقول ان هي لو الزوجه تعمدت ان هي ما تحضرش الفطار لجوزها او ان هي ضيعت شرابه بقصد فهي كده اثمه طبعا في ناس اخذت كثير منهم الموضوع بسخريه وضحك وكانوا معارضين وفي ناس منهم ايدت الفتوى بس دار الافتاء نفت ان هي طلعت حاجه شبه دي تماما استنكرت هذا تماما وخرجت ببيان رسمي بيقول إن غلب على الناس في بلادنا في عصر التواصل الاجتماعي وسيوله القيم الاهتمام بالتوافه بالتوافه والجري وراء السفاسف والانشغال بما لا يفيد وما لا ثمره له. وقد ساد هذا الهزل حتى صبغ المزاج العام فأصبحت المؤسسات الجادة محط سخرية التافهين والساعين في سوق الفضاء الأزرق لتحصيل الإعجابات وأضافت دار الإفتاء هم في سعي قائلة هم في سعيهم هذا لا يلتفتون إلى خطورة هذه البضاعة الرخيصة التي تسمم العقول وتؤخر الأمة المصرية التي تواجه تحديات لا حصر لها ومعلوم أن الأمم تتقدم بنوعية سؤالاتها فالسؤال الجاد يثمر إجابة جادة. تفيد السائل والمستمع أما السؤال الفارغ فيولد سخفا وإجابة مضحكة تضحك علينا الأمم الجدة في سعيها للتقدم بينما نكتفي نحن بالنكات والسخيفة والكوميكس أستقيموا يرحمكم الله بعد تخطيهم التلتميت حالة أمين عام نقابة الأطباء يطالب بمساواه ضحايا الاطباء بفيروس كورونا مع الجيش والشرطه وتوفير نفس الامتيازات لاسرهم تقديرا لدورهم في محاربه الوفاه. وخبر اخر جنح قصر النيل تحدد 21 فبراير لمحاكمه رانيا يوسف بسبب تصريحات المؤخره. حددت نيابه جنح قصر النيل اليوم الخميس جلسه 21 فبراير المقبل لنظر اولى جلسات محاكمه الفنانه رانيا يوسف لارتكابها جريمه الفعل العلني الفاضح والافساد وازدراء الاديان ونشر بيانات كاذبه وظهورها في احدى البرامج تحدثت عن بروز المؤخره، مؤخرتها بالتحديد. النصب بادعاء المرض، دي طريقه جديده للتحايل والنصب على مواقع السوشيال ميديا. طبعا اتبعها الابن وامه طبعا كلنا عارفين او سمعنا عن محمد قمصان ووالدته اللي طلعوا على مواقع السوشيال ميديا القصه بدات بالتحديد يوم أربعة يناير 2020 بدات بان هو طلع على مواقع السوشيال ميديا في فيديوهات وكتب رساله مؤثره جدا كلنا تاثرنا بيها حقيقه قال فيها ان هو خلاص تم انتشار الكانسر هو هو ادعى ان هو مريض كانسر وقال ان هو خلاص انتشر الكانسر في كل جسمه وان هم يعني يدعو الوالد ان هو ربنا يصبرها ووصل الناس ان هو ما يدفنش بالليل عشان خاطر ان هو بيخاف من الضلمه كمان هو قعد يحط صور لناس اطفال او لاطفال مدعي ان دي هو ومن هو صغير ناس مصابب اطفال مصاب بالكانسر وقال ان ده هو طبعا الناس اكتشفوا الحقيقه وقعدوا يقولوا له لا ده مش انت حطها على الجروبات نشرها على الفيسبوك قعدوا يقولوا له ان هو ده مش انت فاول ما حس ان هو هيتفضح آه قالوا له طب اثبت لنا اي ورق او اي مستندات طبعا هو رفض ومسح الصور في الحال آه آه كمان آه يعني الـ يعني الـ 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 التحريات اوضحت ان التحريات اوضحت ان كل ده طلع كدب للاسف وان هو كل ده بيخدع بيخدعنا آه تعرف البعض على الصوره وصاحبها الحقيقي مما اثار الشكوك حول قصه محمد كلموه طبعا زي ما انا لسه لكم دلوقتي طلبوا منه حقيقه ما يثبت مرضه لكنه رفض وقام بمسح الصور على طول وبعد انتشار القصه بشكل واسع طلبت العديد من جمعيات محاربه السرطان في التواصل مع الشاب للتاكد من مرضه ومساندته لكن الشاب رفض بتقديم اي اوراق تثبت مرضه وقام العديد من محاربي السرطان القائمين على هذه الصفحات بتقديم بلاغات ضد الشاب يعني معنى كده ان هو في ناس جمعيات بتاعه اللي بتحارب السرطان راحت عشان تعمل معاه لقاء او تصور عشان تسنده او تساعده طلبت منه ان هو يطلع مستندات طبعا هو رفض تماما ده يعني يعني خلى الناس تشك فيه بعد كده المحاربين السرطان قاموا بتقديم بلاغات للنيابه عن ان هو شخص كده كذا كذاب ومحتال قامت النيابه العامه بالاستماع لتلك البلاغات يوم الاثنين اللي فات وبسبب كده استدعت مباحث مركز دسوق التابعه لمحافظه كفر الشيخ محمد قمصان للتاكد ومعرفه صحه مرضه وما يثبت ذلك من تقارير طبيه ولكن الشاب لم يقدم اي اثبات لذلك تم تحويله على النيابه لسؤاله عما نسب اليه من اتهامات وقررت النيابه يوم الثلاثة اللي فات حجز محمد قمصان لحين ورود تحريات البحث الجنائي حول الواقعه محمد طلع بيمثل يا جماعه محمد طلع بيمثل من اجل اكتساب الشهره والربح المادي من خلال السوشيال ميديا فيا جماعه بليز يعني رجاء مني او اي حد بيشوفني ما يصدقش اي حاجه تطلع على السوشيال ميديا لان دلوقتي الناس بتطلع عشان تكسب او يعني اما عشان تبقى فيمس او تتشهر او ان هي من اجل الربح المادي فمش اي حاجه تطلع او اي حد يقول حاجه على السوشيال ميديا نصدقها ايه الخبر اللي بعد كده بهذا الخبر الأخير اللي قالته زميلتي مروه سعيد بكده تكون انتهت فقرة الأخبار وهننتقل للفقرة الثانية وهي موضوع التوك توك وإلغاء الحكومة له نتيجة لأنه ظاهرة سلبية وعشوائية في المجتمع مع حضرتك مع أو ضد هذه القرارات الحكومية وبعدين رحلة التوك توك من وسيلة نقل إلى آفة تهدد المجتمع نخرج لفاصل واستنونا اوعى تروحوا في اي حته